سعد صباحك غادة. طبعا رح أسأل كل شيء بيخطر على بالك وعلى بال كل المشاهدين. يسعد صباحكم كمان مشاهدين الكرام. عالم التجميل يحمل كل يوم شيء جديد أو تقنية حديثة. اليوم في عالمنا العربي أي شخص له رغبة في تغيير لون العيون ممكن يحصل على لون أفتح أو لون جديد كليا من خلال تقنية كيراتوبيجمنتيشن. طبعا تتم عملية تغيير لون العينين باستخدام تقنية الليزر عن طريق تسليط شعاع ليزر منخفض الطاقة على الطبقة العليا من الصبغة الموجودة في القزحية. طبعا يسعدني هذا الصباح يكون معي الدكتور نادر صعب لمعرفة كل تفاصيل هالتقنية الجديدة في عالمنا العربي، ولنتعرف كمان على كل الخبايا من الألف إلى الياء. يسعد صباحك. يسعد صباحي كمان دكتور. خبرني شو التقنية الجديدة اللي الكل صاير عنده يعني حشرية أنه يعرف عنها كثير، شو اللي بيميزها؟ يعني اليوم أنا كثير سعيد هند لأول مرة عم بحكي بالخليج العربي عن تقنية تغيير لون العيون، لأنه فعلاً هيدا حلم رواد كثير من السيدات ومن الناس لسنين خلقوا وحلمهم أنه عيونهم يكونوا أخضر رمادي رمادي عسلي، لكن للأسف كان هالأشياء بتتم من خلال العدسات اللاصقة. صح. لكن ما بنكر الدمار يلي بخليه العدسات اللاصقة على العين من تقرحات والتهابات وإريتيشن وإحمرار، أو ممكن حتى عدم القدرة على ارتداء العدسات أكيد. لأنه العين ممكن تكون غير قابلة، والجفاف اللي بيصير على مر السنين. اليوم فعلاً تغيير لون العيون كان حاجة ضرورية أنه يكون متوفر بالعالم العربي، ولهيك كان هدفي البحث عن تقنية تكون فعلاً آمنة تحت نجيبها على الخليج والعالم العربي. طب دكتور، نحن حابين نعرف إيش المراحل اللي بتمر منها العين لحتى يصير عندنا لون أفتح، يعني كم هالعملية قديش من الوقت بدها؟ بدها ساعات؟ بدها ثواني؟ دقايق. دقايق ولا ثواني؟ مثل ما بنعرف، يمكن أنا جبت معي العين شوي لأنه كثير من الناس ما بيعرفوا عن الأناتومي تبع العين كيف مركب. العين هي كنية عن كرة وبقلبها في عنا أكيد شبكة العين، وعنا القرنية يلي هي كنية عن إزازة شفافة، وعنا القزحية. القزحية هي اللي بتكون ملونة عادة، ناس عندهم إياها أخضر، ناس عندهم إياها أزرق، ناس بن، وغالبا بعالمنا العربي اللون تبع القزحية بيكون غامق اللون، بني غامق أسود. لكن المشكلة إنه اللون تبع القزحية ما لازم ندق فيه. أوكي. بعد تقنيات تغيير اللون بالسابق كانوا يعمدوا إلى ضرب البيجمنت تبع القزحية، وهيدي فعلا تقنية مأزية للعين وللنظر، لأنه قد تؤدي إلى التهابات بالقزحية، قد تؤدي إلى ارتفاع بضغط العين وتؤدي لمشاكل بالنظر. إنما دكتور نادر صعب كان همه البحث عن تقنية تكون آمنة حتى نكون بعيدين كل البعد عن مشاكل طيب دكتور النظر. شو دور الليزر في هذه العملية وين بالتحديد؟ لأنه أنا بعرف النقطة السوداء اللي وسط العين هي للنظر. أكيد. طب اللي حواليها شو بيصير فيه؟ الأوحالية هي القزحية. اليوم دكتور نادر صعب بهالتقنية اللي عم بعملها هو تلوين القرنية يلي هي قدام القزحية، وبالتالي اليوم مثل ما عم نشوف هي كناية عن إزازة شفافة. أنا بالتقنية اللي بعملها مثل ما قلتي بخلي هالوسط هو الشفاف يلي بنقدر نشوف منه، عدم الاقتراب منه. الجهاز بيحدد أو الدكتور اللي بيحدد أكيد المساحة. الليزر يلي هو الفيمتو سكند ليزر، هالتقنية المتطورة يلي بتلجأ إلى حفر مكان بقلب القزحية، وهون بتم وضع البيجمنت اللي هو عبارة عن الليزر. أي وقت ما بنعمل مكان لوضع هالبوليمر حتى نقدر نلون هاللون بالقزحية. تم التلوين من خلال الليزر. دكتور، شو الإجراءات التي يعني يجب أنه تكون مباشرة من بعد العملية؟ ولا شيء.
ما في أسهل من هيك دكتور. تغيير لون الكورنية بيستغرق ربع ساعة كل عين، وبالتالي نص ساعة كفيلة إنه نغير لون أي سيدة للون اللي بتحبه. في عنا 17 لون بالقائم يلي كتير مطلوبين، هن مقوننين. يعني مثلا دكتور إذا أنا لون عيوني بني، فيني أجي عندك أقول لك دكتور أنا نفسي يصير عيوني خضر، حيصير خضر ولا لا؟ طبيعة لون العين إذا كان غامق بيتناسب يروح لهذه النسبة أو لنسبة معينة، مثلا بس عسلي بس رمادي. بهيدي التقنية بتقدر تنقي اللون اللي بدك إياه. حلو. وتغير اللون للي بدك إياه، لأنه بغض النظر عن اللون اللي أنت عندك إياه، أنا ما عم بغير لون القزحية، أنا عم بعمل تاتو للقرنية يلي هي قدام القزحية. وبالتالي هون بكون طب مين اللي بيستفيد أكثر دكتور؟ أصحاب الألوان اللي عيونهم غامقة ولا لا الألوان اللي بعد الشيء فاتحة؟ مهما كان وشو ما كان عندك لون العين، بتاخذي اللون اللي بدك اياه. طيب هيدي الحلو بهيدي التقنيه دكتور. انا من خلال بحثي يعني عن هذه التقنيه يعني تحمست للموضوع. بس على ما يبدو لما يكون عندك في مشاكل صحيه في العين او عمليات معينه، وانا اجريت 3 عمليات، فانا من الناس اللي ممكن ما راح يستفادوا من هذه العمليه. اكيد راح تستفيدي، بس اكيد نحن قبل ما نلجا الى تلوين العيون نلجا الى فحص العين كلها سوا. بناخذ سماكة القرنية قديش، بناخذ إذا عندهم مايوبيا، إذا عندهم كل الأمراض. بس إذا كان عندك يمكن ضغط في العين، أو عندك مثلا جفاف حاد في العين، عندك مثلا عملية مثلا كقرنية ليزر، هنا بيكون في يمكن رأي الدكتور هو اللي بيقرر. أكيد اليوم نحن من بعد نعمل تشخيص للعين، إذا العين سليمة تنعمل التقنية بكل سهولة. العين اللي بتعاني من جفاف نتيجة لبس العدسات اللاصقة، علاجهم هو تغيير لون العين، لأنه باستعمال الليزر بربع ساعة من الوقت بنعمل مثل نقطة صغيرة بقلب القرنية، وبنحفر بقلب القرنية يلي ما لها أبداً علاقة بالنظر ولا بتأثر أي سلبية على النظر، ومنفوت منحقن بوليمر يلي لازم يكون FDA approved أو CE approved. جميل. لحتى ما يسبب لنا مشاكل، نحقن اللون اللي بدنا اياه، واكيد في درجات. تنقول بالاخضر في عنا الاخضر الامرود، في عنا الاخضر البيستاش، في عنا الازرق الاوشن بلو، في عنا المنتي جرين، في عنا ما شاء الله دكتور. بس عندي كمان سؤال، انه دائما اي مثلا عمليه عندها مده تعافي، عندها كمان يمكن سايد افكس معينه، احمرار يمكن انتفاخ او اي شيء، هل هناك اي سايد افكس ممكن تكون ترافق هذه العمليه، او هي ربما تكون مقبوله بعد العملية؟ لحتى أقول لك السايد إفكت هن كتير قليل، لأنك عم تشتغلي بالليزر. الليزر هو كتير دقيق لدرجة منحط المقاييس وهو لوحده بيقدر يعمل العمل، لكن علينا اختيار اللون ونعمل درجات اللون قديش بدنا يكون غامق. وهون أنت بعد نص ساعة من الوقت طلعي بالمراية، وهون بتكون الفرق كبير عندك. ما بعرف حالي. تقنية جديدة باستعمال الليزر، نص ساعة من الوقت بيتغيروا لون العيون للون يلي بتختاري بمرة واحدة، وبيكون اللون دائم للعمر. بيروح الجفاف كثير دكتور. بس ما قلت لي اي لون حيطلع علي احلى. انت اللي انت شو ما حطينا عليك رح يطلع.